إلى لبنان، حيث أحيا لبنانيون ذكرى مرور عام على حراك 17 من تشرين الأول أكتوبر في ظل أزمات سياسية واقتصادية تعيشها البلاد. وشارك الآلاف في مسيرات انطلقت من نقاط عدة وجابت شوارع بيروت وصولا إلى مرفأ المدينة، حيث تم إضاءة شعلة الثورة. ووقف المتظاهرون دقيقة صمت على أرواح ضحايا انفجار المرفأ، كما طالبوا بالاقتصاص من المسؤولين عن التفجير. الرئيس اللبناني ميشيل عون قال في تغريدة على تويتر إنه بعد مرور عام على انطلاق التحركات الشعبية لا تزال يده ممدودة للعمل معا على تحقيق المطالب الإصلاحية، مشددا على أن ذلك الإصلاح غير ممكن من خارج المؤسسات. في سياق ذاته، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية بإجراء تحقيقات شفافة في قمع المتظاهرين منذ انطلاق حراك أكتوبر. وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أنها وثقت الاستعمال المفرط للقوة، بما في ذلك الاستعمال غير القانوني للقنابل المسيلة للدموع والاعتداء بالضرب على المحتجين. وأشعلت ضريبة على تطبيقات التواصل غضب اللبنانيين قبل عام وأدت إلى إسقاط حكومة سعد الخليفي. وتأتي الذكرى وسط ظروف اقتصادية صعبة وانقسام سياسي عرقل تشكيل حكومة جديدة، إضافة إلى تداعيات انفجار مرفأ بيروت. حتى الثورات ترمم في لبنان. نضجت الانتفاضة أم لم يشتد عودها؟ اقتنع الساسة بها أم أنكروها؟ لكن يصعب على أحد إلغاء دورها. جاءت ذكرى هذا العام على توقيت الانفجار وعلى بقايا حطامه. لقد زادت الألغام تحت أقدام المتأهبين وتهشمت صورة الزعامات وإن لم تتهمش. هذا المجسم بيعني التكسير يلي صار فينا، والأربعين سنة كم مرة كسرونا، فهيدي بتعبر عن وجعنا عن ألمنا، وبنفس الوقت فيها القوة الاستمرار المسابرة لأنه ما حنستسلم. حين خرج اللبنانيون قبل عام على ضريبة الستة سنتات لم يستثنوا أصحاب الفخامة والمعالي. جاء عام آخر تضخم الدولار فأصبح صاحب السعادة في البلاد. أسقطت حكومة تحت الغضب، ثم كادت تطل برأسها في الذكرى الأولى من الغضب. ضربوا الطائفة عرض الحائط وبقي زعماء الطوائف خلف جدارها القديم. على المعارضة أن تنضج. اليوم نحن عم نحكي عن مسار عمره سنة، أسقط حكومة الحريري ومشاريعها، أسقط الحكومات يلي بعدها والحكومة يلي بعدها، حقق خطاب جذري وأسقط هالة الزعماء والقدسية الوهمية تبعهم. سقط المرفأ وبقيت في لبنان ذكرى الثورة ومعها أصحاب السلطة والثروة. سقط الخوف ولم تسقط السلطة، زادت الشعارات ولم تحترق الولاءات. لبنان يترقب إن كانت هناك نسخة ثانية لإحياء الانتفاضة أو طبعة منقحة للذكرى والتاريخ. الأكيد أن الساحات اختبأت أو تأهبت خلف الركام وتحت الأنقاض حقيقة تقول إن حراكا أزهر ذات يوم دون أن يذبل النظام. عام أول على طريق التغيير، أوثنة اختبار لمناعة الحكام على أقل تقدير. بكل الأحوال هو حول يمر اليوم على البلاد وهي بلا قوة ولا حول. مراد لبطوش، العربي، بيروت. من بيروت معنا مراسلنا محمد شبارو. محمد، هل لمست اليوم من خلال احتكاكك مع المتظاهرين الذين خرجوا إحياء لذكرى الأولى للحراك أنهم مصرون على الاستمرار حتى ربما بنفس الأدوات التي لم تحقق أهدافهم كلها حتى الآن؟ يعني فعليا تحدثنا الى اكثر من مجموعه من المجموعات الناشطه في الشارع. لسان حال من نزل اليوم هو الاصرار على اكمال المسيره والاصرار على فعل الثوره كما يقولون، ولكن هذا الخطاب لا يلغي الحديث الواضح في الشارع اللبناني عن تراجع الزخم
في الشارع خصوصا اليوم، وهذا يعود إلى جملة من الأسباب لعل أهمها الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا، إضافة إلى حالة التململ في الشارع اللبناني، حالة اليأس أيضا بعد عام شهد العديد من النكبات، إنجاز التعبير نكبة المرفأ وما تخللها، وأيضا أزمة كورونا، إضافة إلى الواقع المعيشي والاقتصادي الصعب جدا وارتفاع سعر صرف الدولار، وبات الكثير أمام معضلة تأمين لقمة العيش في الداخل اللبناني. كل هذا الواقع لا شك أرخى بثقله على حياة اللبنانيين وترك أثره في حركة الشارع المعترض، حتى أن في الأشهر المنصرمة شهدنا ارتفاع كبير في عدد المهاجرين إلى الخارج بحثا عن فرص عمل، وهم من الأشخاص الناشطين كانوا في الشارع اللبناني في لحظة انطلاق ثورة أو انتفاضة 17 من تشرين. بعض المجموعات التي تحدثنا معها أيضا تتحدث عن مجهود الآن يتركز حول محاولة توحيد إطار عام لهذه المجموعات لتنظيم عملها، وأيضا للتحضر للمرحلة المقبلة في حال أجريت انتخابات نيابية، حتى لو لم تجري في فترة يعني قريبة، ولكن في الانتخابات المقبلة يعتبرون أنها تحدي أساسي لهذه المجموعة، وعليها الانتظام ريثما تنضج الظروف العامة السياسية في الداخل اللبناني. محمد شبارو في بيروت، شكرا جزيلا.